بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتناول اليوم محاضرة ستافيلو كوكاي العنقوديات، The General Characteristics، المواصفات العامة لهذه المجموعة. أولا Gram Positive Cocci هي عبارة عن مكورات موجبة لملون غرام، Non-sporulating غير مكونة للسبورات، وهي غير متحركة وتتوارد على أشكال عديدة، قد تكون على شكل عناقيد من العنب أو رباعيات أو أزواج، أو قد تكون على شكل سلاسل. على أقار الدم بلاد أقار تتكون مستعمرات هذه المجموعة صغيرة 1-2 مليمتر قطرها، يعني ناعمة ملساء مدورة، وعاد تكون ذات صبغات، أيضا تكون من نوع المحللة للدم من نوع بيتا، مثل ما تلاحظون بالصورة تشوفون تحلل الدم من نوع بيتا، يعني تحلل كامل للدم، تكسر تكسير كامل. هذه المجموعة العنقوديات هي عبارة عن كائنات متحملة، تتحمل الظروف القاسية، نسميها hardy organisms، أي تتحمل الظروف القاسية. شنو الظروف القاسية؟ مثلا تقاوم الجفاف resist dryness، تتحمل إلى حد 10% من NaCl، من كلوريد الصوديوم الملح، أي متحملة للملوحة. ممكن أن تعيش في درجة حرارة ما بين 10-45 درجة مئوية. هي عبارة عن كائنات لا هوائية اختيارا، يعني ممكن تعيش بوجود الأكسجين وبعدم وجود الأكسجين. تنتج إنزيم الكاتاليز، وهي موجودة على الأغشية المخاطية والجلد وعلى داخل الأنف. تصنيفه Classification of species depends on، يعتمد تصنيف الأنواع لهذه المجموعة على الآتي: Aerobic acid production، إنتاج الحامض هوائيا، تكسير المركبات الكربوهيدراتية خصوصا وإنتاج الحامض. Coagulase activity هي منتجة لإنزيم الكوكيليز المخطر للبلازما أو غير منتجة لهذا الإنزيم. نوع الهيمولايزز اللي يسوي إنتاج النترات، وأيضا ممكن نقسمها حسب الطرق الوراثية genetic methods. أكو أنواع مثل ribotyping، DNA dynamics إلى آخره. التصنيف العلمي لهذه المجموعة تعود إلى المملكة بكتيريا وإلى phylum Firmicutes أو Firmicutes. الكلاس هو باسيلاي، أوردر باسيليلس، فاميلي ستافيلوكوكيسي، والجينس هو ستافيلوكوكس. هذا التصنيف وجد من قبل روزنباخ 1884، واكتشف البكتيريا هذه العالم روزنباخ بال 1884. تقسم الستافيلوكوكاي حسب الكوكيليز اكتيفيتي، وهو أو أهم إنزيم تنتج هذه البكتيريا، وعلى أساسه يتم تصنيفها إلى مجموعتين. المجموعة هي كوكيليز بوزيتيف، المجموعة الثانية كوغليز نيجاتيف، أي منتجة للكوغليز وغير منتجة له. من أنواع المنتجة للكوغليز هي ستافيلوكوكس أوريوس، وتكاد تكون أهم نوع، والستافيلوكوكس إنترميديوس، وهذا يسبب الحيوانات أكثر شيء. من الأمثلة على كوغليز نيجاتيف هو ستافيلوكوكس إبيديرميدس، ستافيلوكوكس سابروفيتيكس، وأنواع كثيرة تصل إلى 35 أو حتى 40 نوع من الكوغليز نيجاتيف. تمتاز هذه المجموعة أيضا بأنها مقاومة للمضادات والعقاقير اللي أنتي ميكروبيالز، يعني شلون تقاوم؟ production of beta lactamase، تنتج إنزيم beta lactamase. 95% من هذه المجموعة يكون منتج لهذا الإنزيم اللي يكسر حلقة البيتا لاكتام ب
بمعنى راح تكون مقاومة للسيفولاسبرينات والبنسلينات. من أهم البكتيريا العادة لمجموعة الستافيلوكوكاي هي المرسى، عبارة عن ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس أوريوس، مختصرها يكون MRSA مرسى. وهذه شنو أهميتها؟ تكون مقاومة لجميع البيتا لاكتاميز، لجميع أدوية أو أنتيباتيكس مجموعة البيتا لاكتامز تكون هي مقاومة إلها، يعني البنسلينات والسيفولاسبرينات كلها على الإطلاق. هاي المسألة تكون مهمة جدا وخطرة جدا. ممكن أن تنتقل المقاومة عن طريق بلازميدات تسميها بلازميد ميدييتد ريزيستنس، مثلا جين التترا اللي هو ضد الترسخينات وضد الأمينوغلوكوسايدز وضد الأثرومايسين عن طريق بلازميدات. بكتيريا الستافيلوكوكوس أوريوس أحد أنواع الجنس الستافيلوكوكوس. هناخذ المركبات أو التركيب المستضدي، أهم الأنتيجينات الموجودة على سطح هذه البكتيريا. واحد تيكيك أسيدز and لابا تيكيك أسيد. اثنين بروتين A. ثلاثة كابسول بوليساكرايد، وتكون من نوع المحفظة الدقيقة والرقيقة نسميها مايكرو كابسول. ببتوغلايكان، وهذا وجوده يسوي لنا فيفر وانفلاميشن. أدهيسنز اللي هي عن طريقة تلتصق هذه البكتيريا بالسطوع، سواء كان سطوح حية أو سطوح غير حية، بلاك يسوي لنا كولونايزيشن، الاستيطان يبدي عن طريق الالتصاق. ايضا عندنا ستافيلولايسز اللي هي حالات الدم، هاي الانزيمات او هاي السموم اللي البكتيريا تكسر كرة الدم الحمر. بها اربع انواع: الالفا هيمولايسن، بيتا هيمولايسن، والجاما هيمولايسن، والدلتا هيمولايسن. عندنا ايضا الليكوسيدين والانتيروتوكسين. الاول يكون يهاجمنا كرة الدم البيض، والثاني هو اسم يسوي لنا اعراض معويه. عندنا التوكسيك شوك سيندروم 1 توكسين 1، اكسوفوليتين توكسين، كوأجليز، كلامبينج فاكتور، وانواع عديده اخرى. باثوجينسيتي لهذا النوع من البكتيريا اللي هي ستاف اوريس اللي كوأجليز بوزيتيف ستافيلوكوكس اوريس، عندنا infection of the skin and associated structures، إصابات الجلد والتركيب المتعلقة والمحيطة أو القريبة من الجلد. هاي المجموعة الأمراض نسميها بايوديرما. بايوديرما منعتها سوينا الأبسز الخراجات. نشوف الفرنكل والكابنكل الدمامل والجمرة يسموها الكابنكل الجمرة والفرنكل هو الدمامل. لاحظوا في هاي الصورة خراج، هذا داخل الجلد، هذا نسميه أبسس. إذا طلعت له فتحة واحدة ومن هاي الفتحة قام يطلع لنا القيح الفاز نسميها فيرنكل. إذا صارت عدة فتحات ويطلع منه القيح نسميها كاربنكل، هذا اسمه كاربنكل وهي الأبسس. عندنا امبتيجو. امبتيجو بالعربي القوضاء. شوفون شلون انتشار القيح على جلد الطفل، وشوف يتركز وين بهذه المنطقة، الأنف والفم، وشوف اللون الأصفر القيح الناتج عن الستافيلوكوكس أوريوس. اثنين المرض الآخر اللي هو ستافيلوكوكال سكيلد سكين سيندروم، متلازمة الجلد المتقشر الناتج عن العنقوديات. نشوف يصير تقشر بجلد الأطفال وخصوصا الأطفال الرضع، وشوف القيح اللي موجود هنا بسبب ستافيلوكوكس أوريوس. هذا نوع تقشر لجلد الطفل، كل الجلد يتقشر. هنا باء مدى التقشر الواسع في كل أجزاء الجسم.
عندنا gastrointestinal tract staphylococcal diseases، المرض الثالث اللي يسبب هاي البكتيريا، وامراض الجهاز المعدة وقناة المعدية المعوية، والمرض اللي يكون هو التهاب الامعاء الناتج عن القوديات، وهذا يكون بسبب تناول الاورال كيموثيرابيوتيك ايجنتس، يعني ناخذ انتيباتيس عن طريق الفم راح تقتل الفلورا الموجودة بالامعاء، وبالتالي تنتعش العنقوديات الموجودة وسببنا التهاب امعاء يسموه ستافيلوكوكر انترايتس، التهاب الامعاء الناتج عن العنقوديات، وقلنا بسبب تناول المضادات عن طريق الفم. المرض الاخر اللي هو يعود لقناة المعدية المعوية هو الفود بويزنينج، اللي هو التسمم الغذائي بسبب العنقوديات. المرض الرابع هي الاصابات العميقة، يعني يصيب بالكبد، يصيب القلب، يصيب داخل الاحشاء بصورة عامة، نسميها الاصابات العميقة. عندنا التوكسيك شوك سيندروم، متلازمة الصدمة السمومية، والموضوع الآخر اللي نتناوله لهذه البكتيريا هو epidemiological markers، بعض أنواع الستافيلوكوكاي يسبب لنا أوبئة. فشون نحدد هاي السلالة وبائية أو غير وبائية؟ عدة ماركرات، عدة معلمات أو واسمات وراثية نقدر نتبع هاي الطرق ونعرف نصنف البكتيريا كوبائية أم لا. من هاي الطرق راح ناخذ هو طريقة البيوتايبينج، الفيج تايبينج. البيوتايبينج نقصد به تنميط أو تصنيف البكتيريا حسب المواصفات الظاهرية، المظهر مالته، الأشكال مالته، البيوكيميكال الآخري. الفيج تايبينج هنا أكو بعض أنواع الفيروسات تصيب البكتيريا متخصصة في الإصابة، تصيب هاي السلالة من الستاف أوريوس ولا تصيب السلالة الأخرى من نفس الستاف أوريوس، فنقدر نعرف السلالة عن طريق نوع العاثي اللي تصيب. نقدر نعرف أيضا السلالة عن طريق الانتبايوغرام اللي هو الحساسية الدوائية أو حساسية الدواء المضادات الحياتية. سيروتايبينج اللي هو التنميط المصلي، وعن طريق أيضا الطرق الوراثية جينيتك ميثودز، أو استعمال طرق الـ PCR Polymerase Chain Reaction، وهو تأخذه بالمولكولار بيولوجي بالتفصيل. نأتي لموضوع آخر هو Sources of Infection، ما هي مصادر الإصابة؟ تأتي من الـ Patients نفسهم، مرضى واحد يكون هو مصدر العدوى. تأتي من الـ Healthy Carriers اللي هم الناقية مرض الأصحاء المتبين عليها بالأعراض، وذول طبعا يكون أخطر. وقد تأتي من الحيوانات، الستاف ممكن تصيب الحيوان وترجع تصيب الإنسان. ما هي طرق الوقاية من هذه البكتيريا؟ حقيقة لا يوجد لقاح لهذه البكتيريا أبدا. شنو السبب؟ أنه أنتيجيناتها واسعة مثل ما أخذنا، فما ممكن نسيطر عليها، على أنتيجين نسوي اللقاح الآخر حيشتغل. وايضا لها مثل ما اخذنا سموم عديده ولها طرق عمل مختلفه، فاي سم تقدر تحيده، اي سم تقدر تمنعه، الاخر حيشتغل. يبقى احسن وقايه من هذه البكتيريا هو cleaning is very important to prevent infection، النظافه، وخصوصا النظافه الشخصيه وغسل اليدين تكون هي عامل الحاسم في الوقاية من هذه البكتيريا. نروح إلى موضوع آخر هو الكوغلز نيجاتيف ستافيلوكوكال. أخذنا مثال على كوغلز بوزيتيف هي كان ستافيلوكوكال، هي أخطر واحدة أكثر انتشاراً. نأخذ أمثلة على الكوغلز نيجاتيف ستافيلوكوكال يسموها كونز يختصروها. تزاد اهتمام بالكونز لما بدت استعمال الأجهزة الطبية البديلة، مثلاً مفصل ركبة بديل، مثلاً صمام بديل، إلى آخره من هاي الأشياء، لأنه قامت البكتيريا تستوطنها. أيضا استعمال الكاثيترز بالوعاء بالأوعية الدموية بالجهاز البولي إلى آخره. فأول ما سوت لنا هاي البكتيريا أمراض، سوت لنا urinary tract infections UTI، سوت لنا بكتيريميا،
سويت لنا كاتيتر انفكشنز فاسكولار جرافت اللي هو لما يصير تلقيع بالأوعية يعني ياخذون وعاء بالقلب مثلا من يكون زاد بالأوعية القلب ياخذون من الفخذ او ياخذون من الساق وينقلوه الى المكان اخر او حتى يكون مرات بعض الاحيان اوعيه بوليمريه. Infections of prosthetic devices اللي اصابات الترافق الاجهزه البديله مثل قلنا مفصل الركبه الى اخره صمام البديل. ناخذ مثال على هذه البكتيريا اللي هي Staphylococcus epidermidis. هاي تستوطن الجلد major skin inhibitors تكون متواجده بشكل دائمي على الجلد وممكن نسمي الأمراض الآتية endocarditis والتهاب شعاف القلب و colonization of prosthetics اللي هي قلنا تستوطن الأجزاء البديلة نسمي لنا bacteremia و wound infections وممكن نسمي لنا UTI وين خصوصا بال elderly hospitalized people نسمي لنا إصابات بالناس كبار السن الراقدين في المستشفى. صفة بها جدا مهمة هي sensitive to novobiocin. Novobiocin هو عبارة عن مضاد حيوي تكون هاي البكتيريا حساسة إليه. لا تستعملها بالكشف عن هذه البكتيريا. شوف هذا النوفوبايوسين ويكون بتركيز 5 مايكرو جرام والبكتيريا شلون حساسة إليه بحيلها على دار مدار البكتيريا. بمعنى هذه البكتيريا هي ستاف ابيدرميدس تكون حساسة لهذا المضاد. مثال آخر Staphylococcus saprophyticus تسبب حوالي 10-20% من الـ UTI وين؟ بالـ young women. شو فرق عن ذيك البكتيريا وهي مقاومة للنوفوبايوسين أكيد شنو؟ حساسة للنوفوبايوسين. هاي شلون شلون؟ النوفوبايوسين 5 مايكروغرام تكون هي مقاومة إلى نعم دائرة دائرة. وشكرا جزيلا لإصغائكم.